السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبت من الأصدقاء إن هم يرشحوا لنا برامج عربية قوية يكون استعملها ويكون عجبته، بحيث إن احنا نتكلم عنها إن شاء الله ونلقى عليها الضوء. ففي بعض الأفاضل قالوا على برنامج اسمه الديكاد. الديكاد من برمجة المهندس طاهر محمد، ما شاء الله عامل برنامج قوي، هنشوف مع بعض. هو التيم ليدر. طيب دي الصفحة بتاعته، ديكاد ديزاين اند درو. ده برنامج بيصمم وبيرسم الكاميرات والأعمدة والقواعد في وقت قصير، وكمان بيعمل الحصر والتسعير في وقت قصير، والسعر بتاعه رخيص جدا، فأتمنى إن انتوا تجربوه. دي أمثلة لطريقة الشغل، وبيصلح أخطاء كثيرة أوتوماتيك من غير ما تتدخل فيها، تمام، ويقول لك على أماكنها بحيث ممكن تكون انت عايز هي دي حالة خاصة يعني ليها استخداماتها. هو عامل فيديوهات كتيرة وعامل جروب للمتابعة للسبورت، بحيث لو في اي حد عنده اي اسئلة يقدر يتعاون معي ان شاء الله. وده الحصر مانوال، فهي كويسة جدا للمكتب الفني برضو. وفي جزء مثلا خاص بالكولوم اند فوتينج عشان يصمم ويرسم القواعد والاعمدة في وقت قصير. ده جروب الدعم الفني، وفي هيلب موجود هنا على نوشن تقدر انت تستعين بيه في بعض الشروحات، ولو في مشاكل مثلا، في مثلا بعض ناس ما رضتش تسطب لان النت فريم ناقص، نت فريم ورك، تقدر تسطب من هنا، وبيدي برضو بعض الملحوظات، تمام، وبيدي بعض الملفات عشان تقدر انت تستخدم الملف باستخدام قوي ان شاء الله. فاتمنى تجربوه ان شاء الله، وان شاء الله برضو نحاول نعمل عنه فيديوهات تفصيليه اكتر. احنا قلنا بس نلقي الضوء عنه سريعا لحد ما نبدا ان احنا نستخدمه، ونتمنى لو عندكم اي برامج قويه حابين ان انتوا تلقوا عليها الضوء يا ريت تكتبوها لنا في التعليقات باذن الله، وشكرا.